كل جديد، أهلا فيك. كيف يراك الشريك أو الحبيب؟ خمسة السيوف، هو يراك أن أنت ربحت المعركة ولكن خسرت الحرب. شريكك يرى أن أنت خسرته، ويرى أيضا أنك راح تدفع الثمن، يعني كأنما حاطك في باله، أو لحد الآن ما تخلى عن الطاقة اللي شوي انتقامية، طاقة اليوم الأيام راح تندم. كيف يراك؟ ملكة الأكواب، كأنما هني في نوع من الإحساس بالخسارة. تعرف ليش؟ لأن هو يرى فيك أن عندك قدرة كبيرة على الحب والعطاء، موجودة لديك القدرة، بس أنت يا برج الجدي يشوفك كأنما وايد صاير في الطاقة الترابية، ما قاعد تستخدم طاقة الماء الموجودة داخلك، طاقة الحب. ثمان الأكواب، صار في خسارة، ولكن يرى أنك أنت أيضا للحد الآن عاجز أن تتقبل الخسارة أو ترحل عن الوضع. الشمس، نعم حصلت على حريتك ولكن كان مقابل الشمس القمر. برج الجدي، أنت تتعامل احتمال مع شخص من برج هوائي أو ناري، ممكن يكون الأسد أو مائي، كل العناصر موجودة، الحوت أيضا موجود. ولكن اللي قاعدة أشوفه هني أنه هو يرى أن أنت نعم حصلت على حريتك، مثل ما أقول لك عندنا الشمس عندها خمس سيوف، ربحت معركة كانت بينكم، كان في خصومة، كان في اختلاف، كان في تشابك، كان في كل واحد يريد أن يكون هو الصح، هو المحق، يمشي اللي براسه. هذا كانت نقطة الاختلاف، وأيضا كان في اختلاف في الرغبات، واحد يرغب في الارتباط، واحد يرغب في الحرية. هو يرى أن في شخص حصل على الحرية، احتمال هو أيضا حصل على الحرية، ولكن الحرية أتت بثمن، صار في خسارة، خسر الحبيب، خسرك أنت، أو خسر العلاقة نفسها. قاعد أيضا هو يخبي مشاعره، هذا الشخص قاعد يستخدم الكثير من الطاقة والجهد عشان يحاول أن يداري مشاعره. لما إحنا نشوف كرت القمر معناته قاعدين نحاول قد ما نقدر نداري، نخبي، نحتفظ بالشيء بعيد عن أعين الناس عشان ما ينتشر، عشان ما يقوى. وأيضا احتمال أنه هو يراك شخص تصعب مقاومته، فقاعد يحاول أن يقاومك قدر الإمكان. اللي بعده، ما هي خطوته القادمة تجاهك يا برج الجدي؟ ولكن كأنما هني في نفس الوقت هو يرى أن أنت توأم الروح تبعه، نوع الحب اللي وجده معاك لم يجده في مكان آخر، نوع الارتباط اللي بينكم، وكأنما هني سبب الخسارة سخيف أو تافه، في طاقة ندم أن هذا الشيء أصلا حدث. خطوة القادمة، رح أظل متحكم بالموضوع بمشاعره وباتجاه العلاقة. هذا الشخص ما راح يتنازل، عند كرت برج الأسد هني هذا كرت القوة، النجاح، الوضوح، حتى وإن كان يداري مشاعره، ولكن كأنما هني هو مصر أن ما يفقد السيطرة، أن ما يتنازل. ما يتنازل عن شنو؟ أنت اللي تعرف يا برج الجدي. عندنا قلت لك طاقة توأم الروح، ملكة الأكواب تحتها ملك الأكواب، يعرف أنه عشان كذي هو في ندم، يعرف أنه كأنما سبب الخسارة وسبب الانفصال كان تافه، كان بالنسبة له ياريته شيء ما حصل. أوكي، بداية جديدة، راح يتوجه إلى بداية جديدة ولكن مالية تخص المادة، راح يسطع ويظهر في أعين الناس. أجين كارت برج الأسد، احتمال أنك تتعامل مع شخص إما هو من برج الأسد أو الأبراج النارية، أو أبدا مش لازم، ممكن جدا أي طاقة تبع أي كرت يأخذها برج آخر، ممكن يكون برج هوائي قاعد يأخذ طاقة النار. طاقة النار هي طاقة التحكم، طاقة الأفعال، طاقة راح عندي عزيمة وراح أستخدم كل قوتي، كل الوضوح، حتى قوة الشمس، الشمس جدا قوية، كل هاي القوة عشان أظل، وإن كان فيه قلت لك مو سهل إنه يقاوم طاقة السولميت، طاقة توأم الروح اللي بينكم، ولكن هذا مصر أن تمشي الأمور على طريقة الخاصة، كأنما يقول إذا راح
يكون بيننا بداية أو رجوع يا برج الجدي، الأمور لازم تمشي على رأيي، على حسب رغباتي، لأنه هو كأنما هني قاعد يشوف روحه أنه هو الصح، هو اللي كان على حق. في الفترة القادمة شريكك راح يدخل أو حبيبك في مشاريع ضخمة، بدايات جدا موفقة من ناحية العملية، من ناحية البزنس، راح يسمع أو يرتد صدى في محيطك حتى. يعني احتمال أن أنتم منفصلين ما تراه وما يراك، ولكن راح تسمع أخباره في محيط الأحاديث بين الناس، راح يقول لك فلان فتح المشروع الفلاني، أصبح ناجح، لديه الكثير من العملاء، أصبح مثلا كذا. هاي نوع من الطاقة، راح يركز كل طاقته على البداية الجديدة. إنزين، في رغبة أنه يكون معاك إذا الأمور راح تكون والكنترول التحكم في يده هو. اللي بعده، ماذا يخفيه الحبيب؟ بما أن هنا عندنا كارت برج القمر، برج الحوت القمر، دائما يتكلم عن مشاعر مخبأة، صمت، أوهام، اللي نراه مو هو الحقيقة. ما الذي يخفيه الشريك؟ أربع الأكواب، من بعدك أنت أصبح غير قادر على أن يثق في الحب نفسه، أو حتى يسمح لأشخاص ثانيين يدخلون حياته. في أشخاص، في محاولات للارتباط، للحب، للدخول في علاقات جديدة، ولكن كلها قاعدة تبوء بالفشل من داخله، في قلبه في شيء انغلق. قلت لك هو يعرف بينه وبين نفسه أن أنت توأم الروح، أو أنت الشخص المثالي بالنسبة له، ولكن دام الموضوع ما مشى بينكم، كأنما هو راح يصكه، يغلقه بكرت القمر، يصير له إغلاق، يخليه عجم، ويركز كل طاقته على الأمور العملية، أمور البزنس، أمور الوظيفة، الدراسة، ولكن للحب هو منغلق. السيفين، هو في حيرة أو لحد الآن عنده أمل. شوف، هو معلق نفسه، ما قلت لك في الحب هو ما قاعد يقبل عروض جديدة أو ما قاعد يفتح قلبه، في سبب عنده أمل وراها القمر، في أمل وإن كان بسيط إن يوم من الأيام الأمور راح تمشي وترجع بينكم. عشان كذي هو مخلي الموضوع كله على جنب، ما قاعد يتعامل معه، ما قاعد يتعامل مع الماضي قدما، أو حتى إنه يدخل أشخاص جديدين في حياته بشكل جاد، لأن عنده أمل إن في النهاية الأمور راح تنحل بينكم. ملكة النار، شريكك ماخذ جدا طاقة النار، وإن كان مو برج ناري، فارس الخماسيات وثلاث الأغصان. اللي قاعد يخبيه عنك احتمال إذا أنت كنت ما تدري عن هاي الجانب يا برج الجدي، هذه هي طاقة شريكك ملكة النار، ملكة أنا أريد ما أريده وأريده حالا بالا. أنت اللي طاقتك فارس الأرض، الفارس البطيء الحذر، اللي يأخذ خطوة جدا حذرة وجدا بطيئة، خطواته جدا بطيئة لدرجة أن عندما نراه كأنما هو ما يتحرك، ثابت جامد مكانه. عندك شخص أو شريكك تعب من الانتظار، ثلاث الأغصان، ممكن يكون انتظار، ممكن يكون إحساسه بأن العلاقة ثلاثية، بأن أنت مخلي إما العلاقة مفتوحة أوكي، أو النمو في العلاقة، النمو في العلاقة بطيء. شريكك كأنما هني يقول لك إما تعطيني ما أريد الحين قبل الانفصال، أو لا أريد أن تأتي تجاهي. ما أدري، كان يحس أن في شيء من جانبك إما متردد، كان يحسك متردد في قراراتك معه، في مستقبلك معه، أو حتى في خطواتك تجاه المستقبل مع بعض. لأجل ذلك الشريك أو الشريكة قرروا أن أقول لك أن فعلا انتهاء العلاقة للوقت الحالي أفضل، لأن ما قاعد يصير فيها النمو بالشكل المطلوب. ملكة النار لا تعجب بأداء فارس الأرض، لأن فارس يعتمد عليه، نعم، وصادق، نعم، ولكنه بطيء. طاقة النار ما تحب الانتظار، أوكي؟ هذا هو اللي يخفي عنك، أن هذا الإنسان كأنما يقول لك عندما تأتي تجاهي خليك مستعد أن تكون تقبل أن أنت غلطان مثلا،
تخلي الكنترول عندي، لأن أنا أعرف ماذا أعمل، أوكي، وأنا اللي أقيد الأمور أو لا تأتي. ما راح أخلي الأمور مفتوحة بيني وبينك تأتي وقت ما تريد. عندها هاي النوع من الطاقة. اللي بعده راح تكون قراءة العزاب. قراءة العزاب، أول سؤال: من القادم في طريقك؟ ما هي صفاته وأطباعه؟ من القادم في طريقك؟ شخص ناجح في البزنس، شخص مستقل عنده شراكته أو عمله الخاص. خمس الأكواب، ولكن دائما كان فاشل في الحياة العاطفية. تسع السيوف، أربع الأغصان، عشر الأكواب. برج الجدي، القادم في طريقك هو شخص استثمر أغلب وقته في الماضي في علاقات فشلت. عاطفيا كان جدا غبي، عنده نوع من عدم النضوج، سوري على الكلمة، ولكن في سبب أن احنا نخسر كل هاي الأكواب ونعيش في حالة حزن، لأن كان كل طاقته وجهده منصبين على حياته العملية، على طاقة النار، طاقة الاحتفال، طاقة التعرف على ناس جدد، طاقة اللهو، أيضا طاقة الشراكات والبزنس والأعمال. ناجح، إنزين، ويأتي من عائلة أيضا يعني ناجحة فيها الكثير من الأشخاص الناجحين، فهو أخذ مساره الخاص في حياته العملية وقرر أنه يكون صاحب بزنس أو مشروع. ناجح جدا ومستقر جدا في أمور المالية، ولكن غير ناضج عاطفيا ومكركب، كأنما يريد الارتباط، يريد الدخول في علاقة، عنده نفس الرغبات أن يكون في حب، في زواج مع شريك. نعم عنده هاي الرغبة، ولكن أسلوبه وطريقة توجهه لأحلامه جدا خاطئة. يستثمر الكثير يستثمر الكثير في الأشخاص الخطأ، كأنما هاي الشخص عندك تتعامل وياه إنسان استيقظ يوم من الأيام من كابوس، أدرك إنه صار لفترة طويلة حتى ما عاش حالة حب، أو ما انتبه لشيء اسمه حب في حياته، وهو بعيد عن الارتباط لأن كل وقته واهتمامه كان منصب على الحياة العملية، فلذلك حتى ما عنده شريك يبتدي معاه شراكة، يبتدي معاه حب، علاقة، ما عنده. عايش في حالة قلق كثير، يفكر في هاي الموضوع. قلت لك احتمال انه شخص مو طويل كثيرا. انزين، يأتي من عائلة مرموقة محترمة، عائلته فيها الكثير من الناجحين. انزين، يحب جدا عمله او ما يفعله، من النوع اللي يستغرق في عمله لدرجة تقلق الآخرين حتى، ينسى نفسه في عمله. هذه هي مواصفاته. ممكن يكون برج ناري، ممكن يكون أيضا برج مائي. اللي بعده خلنا نشوف كيف تتعامل معه. خمس الأغصان، يجب إذا دخل هذا الشخص حياتك يجب أن تكون واضح من البداية وتطالب بالتغييرات عشان ما تصلون إلى مرحلة خمس الأكواب مرة ثانية. عند نمط دائما يخسر
الأشخاص أو الحب أو المرشحين للزواج حتى في حياته بسبب قلة اهتمامه فيهم، بعدين يرحلون بعدين يندم. فهني كأنما يجب من البداية تكون واضح معاه وتطالب بأن يعطيك الوقت والاهتمام والجهد. ملكة النار تقول ماذا تريد وتفعل أيضا ماذا تريد. ملكة مستقلة تطالب بحقوقها، لا تأخذ تعليمات من أحد وجدا عنيدة. ثمان الخماسيات، إذا ما نبهته من البداية إلى أنه محتاج يقوم بتغييرات كبيرة في حياته عشان يصير بينكم شراكة، هذا الشخص راح يظل على النمط له فيه. لازم من البداية، قلت لك ملكة النار الملكة الواضحة اللي تحب الأفعال، لازم تبتدي تنبهه ان في جانب ثاني هو مقصر فيه في حياته، جانب الحب، جانب المشاعر، جانب الطاقة المائية. عندك فارس الماء، لازم انت اللي تنبهه ان في نقص. ثمان الخماسيات هي طاقة الانغماس في العمل، ثمان الاغصان هي طاقة التواصل. هذا الشخص لازم دائما كأنما تظل بالنسبة له انت مثل المنبه، تخلي يدرك انه هو مقصر معاك في العلاقة. لا تسكت، لا تصبر ابدا، هاي الطاقة مش محببة للتعامل مع هاي النوعية من الاشخاص. لازم من البداية تنبهه، تكون واضح معاه، تخلي يدرك انه هو قاعد يعطي كثير من الوقت والجهد لشركاء لبزنسه، لاعماله، لاصدقائه، وتطالبه بان يفعل المثل او اكثر حتى معاك انت. لازم انت اللي تضع الامور او الاساسيات لعلاقتكم من البداية. عندك ايضا فارس الاكواب، تنبهه ان ينتبه الى شيء اسمه ماء، طاقة الماء، طاقة الحب. احتمال هذا الشخص يحب الاحتفال كثيرا، يحب الاحتفال، يحب الدراما من الابراج النارية، يشرب كثيرا، يستمتع كثيرا، يحب التغييرات في الحياة العاطفية، مستقر في عمله ولكن في الحياة العاطفية دائما يغير الأشخاص. سبق له الخطوبة أو الارتباط المؤقت كذا مرة، يعني كان خاطب أو مرتبط ولكن دائما يتفركش الموضوع بسبب عدم استقراره الخاص. لازم أنت هني أيضا تكون حاط في بالك أن هذا الشخص راح يتطلب منه الكثير من العمل، ما راح يكون مهمة سهلة تغييرك للشريك القادم في طريقك، مهمة صعبة تتطلب الكثير من الجهد والوقت، ولكن بالطريقة الصحيحة بالتواصل والعمل مع بعض، التواصل والعمل والحب، ثلاث عوامل، ثلاث عناصر راح تحتاجها، راح تستطيع كأنما تحوله إلى شخص ثاني، تحوله إلى شخص حتى يبادر عاطفيا، هو اللي يتصل، هو اللي يسأل، هو اللي يتعلق فيك، هو اللي يدور عنك. اوكي، راح اشوف اذا في مواصفات شكلية اكثر بالنسبة لكم. انا احس ان المواصفات الشكلية ما ظهرت في الاوراق الاولى. اربعة مع اربعة، سبق له الارتباط حتما. اوكي، احتمال ان درس في جامعة مرموقة، درس في جامعة مرموقة أو سافر من أجل الدراسة في الخارج، ولكن كان أو هو قادم من سفر من أجل الدراسة، من أجل العلاج، من أجل التدريب، مر أيضا بهاي المرحلة. يحب حياة الليل، يحب السهر، الحفلات، ما عنده طاقة الفارس اللعوب ولكن يحب أنه يتمتع. العربة و ست الأغصان، أنت قاعد تتعامل مع شخص سنه مو كبير، حتما رح يكون يعني شباب في عز شبابه، يعشق السيارات، يعشق السرعة، يعشق أيضا استغفر الله السفر. إنزين، يحب الانتقال كثيرا، وفي نفس الوقت بين عائلته هو كأنما مدلل، مو شرط انه وحيد اهله ولكن
مدلل جدا عند أهله وأمه وطلباته أوامر. لذلك لما أنت تتجي وتطالب منه بأي شيء ما راح تقدر على طول تحصل منه نتيجة، يطلب الموضوع الكثير من العمل. قلت لك طوله متوسط، جسمه وسط أيضا، ما يعاني من أي سمنة أو حتى نحافة بزيادة، وسط. يحب أن يلبس الملابس الرياضية أو الكاجوال، الملابس العادية الشبابية، طاقته جدا شبابية هذا الشخص. يحب أيضا الهوايات اللي فيها ممارسة رياضة مثل الكورة، أو عنده يشجع فريق ما بتعصب. أوكي، هذا هو الشخص القادم في طريقك. رح ننتقل إن شاء الله إلى قراءة المرتبطين. المرتبطين ممكن يكونون في علاقة حب، في خطوبة، أو حتى في زواج. أول سؤال، كيف يراك الشريك في هاي الفترة؟ العربة، تحاول التحكم بزمام الأمور، كأنما عندك خوف أو قلق من أن الأمور تفلت من يدك، تخاف من التغيير، تريد البقاء على حالك. أوكي، وأيضا صار شوية شكاك. شريكك يحاول أن يساعدك أن تصلح عقدة عندك أو تتشافى من خوف، عندك نوع من الخوف. دائما ملكة السيوف تحمل سيفها قريب من قلبها من أجل أن تحمي نفسها، ودائما مستعدة أن تسحبه قبل حتى أن ترى برهان مادي محسوس. مجرد أنها تحس أن في شيء غلط تسحب السيف على الأشخاص، على الموضوع، على الموقف اللي أمامها. برج الجدي، شريكك يراك أن أنت احتمال أنك تتعامل مع برج هوائي، دلو جوزاء ميزان. إنزين، ممكن أيضا عندنا طاقة برج القوس وأيضا الأبراج المائية. ولكن شريكك يرى، هنا عندنا أيضا برج السرطان، شريكك يرى أن أنت ما أدري ليش صاير تخاف من التغيير، تحارب التغيير، لا تريد التطور، تريد المحافظة على الوضع كما هو. كما هو العربة هو كرت التحكم، تريد أن، ما أدري ليش، كأنما هني عندك نوع من طاقة فصل الأموال، فصل الأموال، تريد أن تحصل كأنما أيضا على وقت تختلي بنفسك، تريد أن تعمل على مشاريع بعيد عن شريكك. شريكك يرى أن أنت كأنما مع بعض في الشراكة أو في العلاقة، لا تريد التغيير أو التطور أو أن تنمو، تنتقلون إلى مرحلة جديدة، ضد أنت هالشيء. ولكن في نفس الوقت من الناحية المالية أو بشكل عام، تريد العمل على أمور جديدة لوحدك، عندك طاقة الشخص الأعزب المستقل، تريد كأنما تستثمر أموالك على راحتك في مكان ثاني، مشروع ثاني بدون تدخل الشريك، مو مستعد أن تتقبل منه المشاركة. الملكة اللي ما تشارك هي ملكة السيوف، تحكم لوحدها، تقرر لوحدها، وما تستمع حتى لآراء الآخرين أو ما تثق بآراء الآخرين. كأنما احتمال أنت يا برج الجدي سويت شراكة أو قررت قرار مالي من قبل، ولكن القرار ما كان صائب، فشريكك يحاول أن يستقل شوي بأمواله بعيد عنك في الفترة القادمة. إنزين، أو سوري، ممكن أنت أيضا خذ الجانب اللي يناسبك، أعكسها بما يناسبك. إنزين، أو احتمال يا برج الجدي، بالضبط احتمال يا برج الجدي، شريكك يرى أن أنت قاعد تتصرف بأموالك وكأنما أنت شخص أعزب، وشريكك من البرج الهوائي مو عاجب الوضع، ان انت تتصرف، اثنينكم موجودين في الوضع. العربة فيها حصانين، فرسين، ولكن في نفس الوقت تتصرف وتقرر وتغير ملء الى ارادتك الشخصية في العلاقة او في الشراكة، تتصرف بالاموال، تخطط، تنفذ كل لوحدك، تأتي لشريكك تعطيه فقط قرارك، ما تناقشه، ما تسأله، ما تقرر معه. شريكك يراك بهاي الطريقة. أوكي، اللي بعده، ما هي نقاط قوتك يا برج الجدي في العلاقة أو الشراكة؟ نقاط قوتك، تستطيع التعافي سريعا
أو خلينا نقول مو تعافي، برج الجدي معروف أنه يفكر كثيرا، تستطيع أن ترى بصيص الأمل حينما الآخرين ينسحبون. عشر الأغصان، طاقتك على التحمل والاستمرار جدا عالية، الآخرين قلت لك ينسحبون، أنت تبقى لأنك جدي، لأنك قوي، لأنك أرضي. ومهما أخطأت ترجع للشخص اللي تحبه. ست الأغصان، من نقاط قوتك اللي يراها الشريك أن أنت أمام الملأ، أمام الناس، بين الأهل بين الأصحاب، تعطي اهتمام أو مكانة خاصة. الشريك جدا معجب أو يحب فيك هذه الخصلة، أن أنت تنصفه أمام الناس. وعندنا أيضا كارت الساحر، الشخص اللي يستطيع أن ينجز المستحيل. الشريك أو أنت بطبيعتك يا برج الجدي، أنت تستطيع أن تنجز المستحيل. احتمال أنك أيضا تتعامل مع برج قلت لك هوائي، دلو أو حتى ناري. عندنا هنا أيضا كارت برج الجوزاء، دلو، ميزان. من نقاط قوتك أن عندما ينسحب الآخرون ويفشلون وما يرون الأمل في الموضوع، أن ترى وتظل مواصل العمل، مواصل الاجتهاد، تتحمل المسؤوليات. أجين عندما ينسحب الآخرون أنت تبقى، أنت عندك طاقة البقاء، طاقة الاستمرارية. وفي النهاية حتى لو كان في صعوبة تواجهها بشجاعة، عندنا الطاقة النارية، تواجهها بشجاعة وتنجز للآخرين، أخبروك أنه غير قابل للإنجاز، في النهاية ترجع لحبيبك. حتى وإن أخطأت ترجع لحبيبك، دائما عندك أمل في الرجوع أو عندك أمل في العلاقة. آخر شيء، ماذا تفعل لكي تطور العلاقة أو تحافظ عليها؟ العدالة، برج الميزان، برج الجدي. عشان تحافظ أو تطور على العلاقة، شريكك اللي من البرج الهوائي أو حتى ممكن يكون أي برج ثاني يطالب منك الاتزان، العدالة. كأنما هني أشوفك يا أنك تكون جدا مستقل عنه وبعيد وعندك أمورك الخاصة اللي تشغلك، أو أنك تكون معاه في طاقة احتفال، طاقة الاحتفال. ولكن الاحتفال هنا عندنا ثلاثة أكواب. شريكك من أجل أن تحافظ عليه أو تطور العلاقة، أحرص أن ما في طرف ثالث، تدخلات من طرف ثالث بينكم. تعلم أن داخل العلاقة، داخل المنزل، تكون فقط أنت وهو، ما تدخلون بينكم أي طرف ثالث في صنع القرار، في الاحتفال، الاحتفالات الخاصة اللي بينكم، في المناسبات اللي بينكم. إذا كان مثلا عيد زواج أو عيد ذكرى معينة، احرص أن مو كل الناس مو كل الناس تدري. خليك شوي متكتم وخل عندك اتزان، لا تبتعد لدرجة أن شريكك حتى يفقد الأمل أن أنت ترجع ليوم من الأيام. محتاج أنت شوية توازن، لأن أشوفك هنا أنك دائما مبتعد في أفكارك الخاصة، أو أنك جدا قريب، أقرب من حبل الوريد مع شريكك. أنت محتاج إلى الاتزان. أيضا كارت العدالة هو يعني الأمور القانونية، إذا في صار عندكم نوع من الإجراءات القانونية بسبب استثمار مالي، قرار مالي أنت والشريك اتخذتوه في السابق، حاول أن تعالجه بأقرب وقت، حاول أن خلاص تنهي الموضوع، ما تخليه يظل يأثر على حياتكم. إذا كان عندك زواج سابق، أبناء سابقين، أو حتى الشريك عنده، حل الوقت أن أنت تقطع الأشياء الباقية من الالتزام السابق، القرار السابق، الاستثمار السابق، حان الوقت أن أنت تقطعه. زين، وعندك أيضا طاقة رجوع إلى الحبيب، كأنما صار لك فترة مبتعد عنه قلبا، وإذا ما كان جسدا ولكن قلبا أنت مبتعد عنه. الإمبراطورة، وآخر شيء ملك الأرض. كأنما هني النصيحة لك أن تشجع الشريك أو تنظرون إلى المرحلة المقبلة
بتفاؤل أكبر، لأن هني أشوف في احتمال للحمل، أو كأنه ما يقول لكم يعني هذه شيء إيجابي إذا كنتوا تحاولون الحمل والإنجاب للمتزوجين، فهذا الحمل اللي راح تخوضونه في الفترة القادمة إن شاء الله راح يقربكم أكثر لبعض، راح كأنما يصير في رجوع للعلاقة أفضل من السابق. أنت دائما يا برج الجدي تنظر مع الشريك إلى السابق في العلاقة في البداية شلون كانت، ولكن في الحمل، في الارتباط، في الزواج، إذا ما كنتم متزوجين، إذا عرضت على الشريك الزواج، صار زواج، صار حمل، هذا الشيء تأكد. كل الأمور الثانية اللي كانت تخربط تكركب علاقتكم راح تختفي. أنتوا فقط محتاجين أن تكونون مع بعض في علاقة أو في زواج وأقرب، أوكي، ويكون في عرض جاد من قبلكم أو من قبل الشريك. والحمل هني أشوف الحمل راح فعلا يقربكم من بعض وينهي مشاكل كثيرة كانت تواجهكم في السابق. عزيزي برج الجدي، هذه كانت قراءة